وضمن صباحنا الخاص لليوم وبتحيتنا لكل أم سورية عم نعيش اليوم يمكن حالة خاصة بفترة انتشار وباء فيروس كورونا بالعالم، ولحتى نحمي حالنا ونحمي عائلتنا اليوم رح نتعرف على طرق معينة ورح نروح على المطبخ مع زميلتنا ليا ومع ضيفتها أخصائية التغذية نور منسترلي. يسعد صباحكم. نعم ميسان، أكيد ضمن حلقتنا الخاصة اليوم بعيد الأم اخترنا لسيدة البيت بعض النصائح للتصدي لفيروس كورونا وكيف تحمي أولادك من وباء هذا الوباء المنتشر عالميا، وأهم شيء تعقيم وأهم شيء غسيل الإيدين. بدي رحب بنور منسترلي أخصائية التغذية. صباح الخير نور. بونجور، كيفك؟ صباحك كل عيد أم وأنت بخير. شكرا. هيك نسلم على بعض هيك بالكوع. هلا هدول الحركات بالرجلين وبالإيدين وبالكوع بكل شيء. يلا نبلش نعقم أول شيء إيدينا. أوكي. هلا هي حركة نحن كل العالم تعملها وهي كتير غلط. شو هي؟ انه نحن حنبخ هلا ونحن حاطين كفوف، لانه اهم من هيك اوكي انه نحن بدنا نمسك الخضار، والخضار ما لازم انه نحن نبخ هي الحركه. نعم. فلحتى نحن ننتبه كل العالم تعملها. اول شيء بنفتح المغسله، ما اهم شيء ما نحط لكان مطهر تماما على ايدينا، على ايدينا ولابسين كفوف 100%. اوكي، هي اول شغله لازم ننتبه لها. ثاني شغله انه بدنا نغسل ايدينا لمده 20 ثانيه تحت المي، لانه ما في شيء بعقم الايدين اكثر من المي والسخنه والصابونه. تماما 100%. اوكي، فيني انا كمان لانه حطيت كحول، بس رح هيك فضهم اوكي مشان اذا عملنا تبوله ما تطلع ريحه التبوله كلياتها معقمه. تمام، يلا رح نبلش ونحكي عن طرق صحيحه كيف فينا نحن ننظف الخضره. تمام، هلا بعد ما نظفنا ايدينا. اوكي، اول شغله نظفنا الايدين. اوكي، ثاني شغله بدنا ننتبه على شغله جدا مهمه كاخصائيين تغذيه، نحن بننصح انه بتناول الخضار والفواكه، بس كمان لحتى تصير صحتنا افضل ومناعتنا افضل، بس ننتبه كمان انه الخضروات والفواكه كمان هي عامل جدا مهم لحتى نحن ننصاب باقل البكتيريا والفيروسات اللي موجوده بالجو. ليه؟ لانه نحن طريقه تنظيفنا لهدول المواد يا بتجيب لنا هذا الفيروس يا نحن بنكبحه، لهيك ننتبه كثير مهم كثير منيح على طرق تنظيف بعض الخضار، لانه عندنا خضار هي جذريه، يعني البطاطا بتكون تحت الارض، الشوندر بيكون تحت الارض، فينا نقول كمان الفجل، هدول يعني لازم نحن نتبع فيهم طرق غير مختلفه تماما عن باقي الخضار. الزهره، البروكلي لهم طريقه ثانيه، الخس والورقيات والحشائش كلها كمان لها طرق ثانيه. خلينا فلهيك حنبلش هلا مع البقدونس، نعتبرها هي من قايين. تمام، لازم نغسلها بعد ما ننقيها. بس تمام، شو بدنا نحط؟ هذا السؤال يلي كل الناس عم يسالوه. تمام، هون شو بدنا نحط ماده بقلب بعد ما نغسلها او بالجاط او شيء؟ شو هي الماده يلي فينا نحن نعقمهم، وخاصه يمكن البقدونس، الكزبره؟ تماما، الشغلات اللي كثير الحشائش الخضراء يعني فيها ولا موسمها. تماما، وهي فيتامينز 100%. هلا اهم شغله انه نحن الفيتامينز او كل شيء منيح هو مركز بالورق الاخضر الغامق، ما انه بالورق الفاتح، فنحن بنتخلص من الورق الفاتح بعدين بنخلي الغامق. مثل الخس، اغلب العالم بتقيم الطبقه الفوقانيه كلياتها بتترك الورق اللونه غامق وبناكل اللب، فاللب هو صحيح اطيب شيء بالخسه، بس اللب هو اقل شيء بيحتوي على فيتامينز. تماما، فالخسه يمكن بتكون اصغر من هلا هي كمان مشفايه بالبيت. هي مشفايه بيشفوها على الاخير وبيخلوا بس هي، فهي تمام. ابدا ما هي مو هيدا المفيده، المفيد هو الاخضر، اللون الاخضر. اوكي تمام، نحن قمناها. هلا نحن ما عندنا وقت لا ننقي ولا نقص ولا شيء، نعتبروها انها منقايه. تمام، بنحطهم كلياتهم بالجاد. تمام، كمان الجاد بده يكون كتير معقم 100%. مجلي يعني. أوكي. بدنا نحطهم بالجاد بهاي الطريقة. تمام، خلينا نشوف كيف. اوكي، كيف بدها تنترم هاي؟ هلا هاي بعد ما هلا اول شيء اهم شغلة انه نحن نعبيها مي.
الحشائش هي الوحيدة اللي نحن بنقدر إنه نحن نغمرها بالمي ون شو بيقولوا يعني ننقعها، لأنه باقي في كثير عالم بيغلطوا أغلاط فادحة إنه بيحطوا كل شيء خضار وكل شيء فواكه بحطوها بقلب المي وبنقعوها، فهذا كثير شيء غلط. طيب، بس هذا النوع فينا ننقعه. قد إيه وقت فينا ننقعه؟ هلا فينا ننقعه تقريبا من 5 لـ10 دقائق، مو اكثر من هيك. تمام، يعني مو من الليل للصبح. لا 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 اكيد، لانه نحن الخضار بتحتوي على فيتامينات. المي فيها تكون سخنه او لا؟ لا لا عاديه عاديه. بس اهم شغله انه نحن عندنا بعض الفيتامينات هي متواجده مثل فيتامين كي، الاي، السي والدي، هنا موجودين ببعض الخضروات. هدول ذوابين بالماء بيكونوا، فنحن اذا تركناهم لفتره طويله نخسر كثير من الفوائد. تمام، خلينا نحكي بعد ما ننقعهم بشي ولا بننقعهم 10 دقائق وبعدين بنحط عليهم شي؟ لا لا لا، بننقعهم وبنحط شي. هلا اهم شغله انه نحن فينا الملح. تمام، فينا ناخذ الملح هلا المي هو كافي للتعقيم، مي لحاله. تمام، هلا هذا الشيء كثير العالم تستغربه لانه بيحطوا خل وبيحطوا شغلات وملح وهيك، بس هو المي كافي انه نحن نعقم فيها. أوكي، بس بدنا ننتبه اذا عندنا مشكله بال يعني وسوسة زياده عن اللزوم، بنقدر نحن نضيف ملح ما بتتجاوز. بيقولوا الملح الصخري هو احسن من الملح العادي للتعقيم ولا تماما؟ نفس الشيء؟ لا لا لا، يعني الصخري هو بيكون افضل، بيكون الفوائد اللي فيه لساته خام بيور. نحن غمرنا البقدونس بالمي، حطينا ملح. اذا بدنا نحط، اذا كثير نحن موسوسين، في عالم كثير موسوس. هلا هلا لازم نتوسوس، لازم نتوسوس ولازم نعقم ولازم نضل. كنا نضحك على العالم اللي موسوسين زياده بالنظافه. هلا سبقناهم نحن. في عالم تتوسوس زياده عن اللزوم، فنحن بتحط خل ابيض، خل شو ما كان نوعه. تمام، بس بدنا ننتبه على المقدار، انه لكل كاسه ونص ملء مي بدنا نص كاسه، لا نص كاسه خل. نص كاسه شاي ولا نص كاسه كبيره؟ لا نص كاسه كبيره. يعني نص كاسه خل بتحتاج كاسه ونص مي لحتى نحن ناخذ التعقيم المثالي لهذا. نعم، خلصنا من البقدونس. نحن نحكي عن كل الخضار والفواكه. عنا الزهره، البروكلي. تماما، شو بنعمل نحن؟ انت بالعاده مثلا اذا خطر لك يعني هلا اول شيء انا ما بعرف اعملها لانه كثير صعبه هي. عن جد اللي بيعملها وبيقطعها بقطع مناسبه كثير بيكون يعني خارق. خلينا نحكي تماما، يعني انا بحس انه بنقطعها وبنحطها بننقعها بجاط بننقع فيها نفس البقدونس تقريبا. صح، 100%. بس في عالم تاخذها وبتحطها مثل ما هي بتسلقها بعدين انه بتقول على حرارة انه بنتخلص نحن من هالبكتيريا والجراثيم. اهم شغلة انه نحن لما بدنا نعمل هذا النوع من البروكلي او زهرة او شغلات اللي بتحتاج تقطيع، نفرفطهم زهرة زهرة، حبة حبة، مثل الخس. كمان الخس لازم نفرفطه خسة خسة، عرفتي؟ يعني اهم شيء نحن نقطع هيدا النوع لانه نحن جوا يعني غسلناها من برا بس ما نطفت. نحن ما بنعرف اذا في جوا جراثيم، بكتيريا، اي نوع من الحشرات او الديدان. صعب علينا هلا. هلا تماما. فنحن كمان فينا نعمل نفس الطريقه تبع البقدونس، انه ننقعها بالمي واذا فينا نضيف شويه ملح لتقريبا من 5 لـ10 دقائق. تمام، خلينا نور، بس خلينا نركز على شغله انه هذا النوع من الخضار ما بيحتاج انه نحط له ملح لانه بيدبل، فبصير اذا بدنا نسلقه او بدنا نطبخه بتدبل. ما عاد بقى منظره بصير مشهي بالاكل، فالمي بكفي لحاله. تمام، بدنا ننتبه على شغله كثير مهمه، الخيار. كلياتنا نحن يعني الخضار كلياتها لما بتطلع من المزارع، بتطلع من المزارع للسوبر ماركت للخضرجي، 60,000 ايد ماسكه الخضره. بدنا ننتبه كثير يعني على شغلة إنه نحنا ما نقرب على الخضرة ونحنا لسه مو غاسلينا. والشغلة الثانية إنه ما بيصير نغسلها ونحطها كلها بالبراد. أهم شغلة لنحافظ على الفوائد ونحافظ على الفيتامينز الموجودة بكل نوع من الخضار أو الفواكه، لازم نحنا شوي شوي
يعني نحن مفروض مثلا الكميه اللي بدنا ناكلها هي نغسلها، تمام. اما نغسلها كلها ونحطها بالبراد هيدا بتفقدها. طيب كثير من قيمتها الغذائيه. عندي سؤال، هلا نحن فينا مثلا نحط البروكلي مع البندوره مع الخيار أكيد مع لا. الليمون مع كذا بيجات كثير كبير ونعقمه اكيد كلنا سوا؟ لا لا اكيد لا, لا. طبعا لانه مثلا نحن بتطلع كثير في امهات بيحطوا بيجات كثير كبير انه خلص بننقعهم وبعدين ننتبه على ديدان اوقات تنتقل من مكان لمكان. نظفنا فرضا هي القطعه بس قطعه ثانيه ما نظفت بطريقه صحيحه، فنحن يعني نكسب فيروسات وجراثيم زياده عن اللزوم. ننتبه انه الخيار لحتى نعرف اذا الخياره منيحه من جوا او لا او هي مريضه او لا، في لها هون هيك شيء اسمه دندوشه طلعت معي هلا بالكف طبعا ما رح تبين، بيجي عليه هون في دندوشه. هي الدندوشه اذا كانت شكلها صحيح ولونها صحيح البني الفاتح اللي مبين انه ما انا مريضه، فبتكون هي الفاكهه جيده وما انا ما بتحتوي على ولا نوع او ما انا بايته. اذا كانت مثل هون نحن شبه معدومه او شبه يعني خالصه منتهيه، فبنعرف انه هي الخياره هي ما انا منيحه وما لازم نحن نتناولها. في كثير عالم بتضيف انواع كثير مثل معقمات برمنجانات وصوديوم بوتاسيوم و ولا الحبيبات اشكال والوان بتحطيها مع الخضره هي بتعقم، وهي الملح والمي بكفي. هو الملح هو اكثر شيء بيعقم في عالم كثير موسوسين، بس لتجي كرأي شخصي المي هي اكثر شيء بتعقم لنا الخضروات والفواكه. هلا مثلا بندوره، بدنا نعتبر بندوره او مثلا بردقان ليمون، اهم شغله انه نحن كمان ننتبه. هلا شايفين هون هي القرمه تبعها هي خضره خضره، معناتها البندوره كثير طازه وكثير كثير منيحه وبتحتوي على كافه الفيتامينز اللي فيها، تمام. اهم شيء انه نحن لازم نشيلها لهي القرمه، تمام، نتخلص منها. بدنا تقريبا ما يعادل العشرين ثانية ونحن عم نغسلها من كل بمي بس. تمام، بس بمي، يعني المي كافية لهيك أنواع مثل اللي إلها بس هذا السطح الملمس تماما. هي الجملة المفيدة اللي أنت عطيتيها. تمام، أهم شغلة بدنا ننتبه لها كمان، كثير أخطاء شائعة عم بتصير إنه نحن عم نخلص الكفوف عم نخلص شغلنا بالكفوف ونضل لابسينها او نشلحها بطريقه ما سليمه. طبعا. اهم طريقه لشلح الكفوف انه نحن ما نقرب ابدا على ايدينا. أوكي. تمام، هون وهون شوي. أوكي. شوي اشلح انا كمان شوي شوي بيطلعوا، تمام. اهم شيء انه ما يلقوا ايدينا. تمام، خلصنا منهم. اوكي، منكبهم. تمام. طبعا باي مكان اي مكان بدنا اياه منكبهم، تمام. بس اهم شيء انه خلص هو ما بيستخدم اكثر من مره واحده. حتى الكفوف تبع الجلي، حتى الكفوف تبع الجلي خصوصا هلا هالفتره، لانه انت الواحده لما عم تجلي عم تاخذ جراثيم واشياء نحن بغنى عنها. نعم. فيفضل انه يا تغسليهم او تجليهم مزبوط، يعني تحطي لهم تبع الجلي يعني تفركيهم مزبوط، يا اما بلاهم افضل. نعم. خليني بس عفوا ليا بدي ركز على شغله، انه كثير سيدات بيغلطوا اغلاط فادحه كمان، بحطوا تبع الجلي سائل الجلي بحطوه بالجاد وبيغسلوا الخضره بسائل الجلي، هذا شيء كثير خطير لكل العالم عم تشوفنا، عن جد انتبهوا لهي الشغله. المي ثم المي ثم المي بعدين الملح والخل، بعدين الملح والخل وبعد عن هي المواد. هون بدي اتطرق لهدول المواد، عم نشوف شيء نوع من الكلور، شيء لونه اخضر، شيء لونه ما بعرف شو، دواء السائل الجلي او سائل المعقمات كثرتهم، قديش ممكن تفقد انه الخضره تفقد الفيتامينز مثل ما حكينا، او صح. ممكن كمان تاثر على هلا نحن في كثير حتى الخضار اذا بتلاحظي اذا نحن بنعرضها للبخار او بنسخنها او يعني بنطبخها فبتفقد نص قيمتها الغذائيه. نعم. فتخيل نحن عم نضيف مواد مشغول عليها، مواد مصنعه ومواد كيماويه، فاكيد نحن حنلقط هذا الشيء. نعم. نحن هلا خصوصا بكورونا فايروس، هلا موسم الكورونا فايروس، فنحن لحتى نقوي مناعتنا لحتى نقوي مناعتنا نحن تمام. لحتى نقوي مناعتنا مفروض نحن ناخذ الاشياء اللي بتقوي لنا مناعتنا، مو الاشياء نتبع الاشياء اللي نحن بتضعفنا من مناعتنا. كثير مهم انه نحن نركز على الحمضيات.
نور اذا اخذنا الصبح قرص فيتامين سي تمام بيكفي بيكفي انه مثلا ما عاد فينا ناخذ ما ناخذ شيء نوع من الحمضيات او اي نوع بيحوي على فيتامين سي لا هلا بكفي هو ولا هلا لا؟ هو بكفي بس مو بس بكفي بكفي من ناحيه انه هو سبلمنت هو شيء مصدر خارجي مصادر طبيعيه لازم ناخذها اجباري وخصوصا نحن اول شيء كمان اهم شغله انه اي شيء بنمسكه مفروض انه نحن نعقمه لانه نحن ما بنعرف كم ايد ماسكته وكم صح. ايد يعني ماسكته لحتى توصل لايدنا اهم شغله اي نوع فيتامين سي اهم شيء انه كل يوم الصبح على الريق صحيه وبيفتح الشهيه شوي واحد يصير عنده طاقه بدنا يعني نحاول انه نخفف اكلنا مشان ما يفتح لنا شهيتنا بس كل يوم على الريق المفروض نحن ناخذ فيتامين سي فواره واحده هي بتكفي فواره باليوم تمام بس يكون فيك تاخذي تنتين لحد ال 2000 ملي جرام بنقدر بس هي كجرعه هي كثير عاليه هي سم يعني توكسيك دوز يعني جرعه سامه اذا نحن اخذناها زياده عن اللزوم بس بما انه هلا في عنا يعني وباء هو منتشر فنحن لناخذ احتياطاتنا مفروض عليه نسبه الفيتامين سي بنقدر ناخذ لحد ال 2000 ملي جرام بس انا ماني ضامنه النتائج الاولاد خصوصا بجنوا بيقعدوا بالبيت بنططوا ما بيخلوا شيء على حاله بس نحن بنقدر ناخذ فواره تقريبا من 500 لل 1000 ملي جرام بالاضافه انه نحن مفروض ناخذ الفيتامين سي من مصادر طبيعيه مثل البرتقال مثل البوملي مثل الليمون والكرمنتينا الفليفله الخضراء تماما هلا نحن عندنا فيتامين سي 10 اضعاف عن البرتقال بتحتوي على فيتامين الوحدة. سي الوحده تمام رغم انه فيتامين البرتقال بتحتوي على 75% من فيتامين سي طيب الفليفله قديش بتعادل هلا نحن هلا نحن لقلك شو نكون صريحين نحن كل شيء مصنع ما نك ضامنه انه هي 100% الاكيوريت دوز موجوده هون يعني هون مثلا مكتوب 500 بس انا ما بعرف اذا فعلا هو فيها طبعا. 500 او لا بدنا في عالم مثلا كانت تتسبب لها حموضه بالمعده او حرقه بالمعده من الحمضيات ففي عندنا نحن كمان اشياء ثانيه بنقدر نستعيد عن الحمضيات بمواد ثانيه مثل الكيوي بما انه هلا موسم الكيوي والفريز مثل عندنا كمان الفليفله عندنا العنب البري اللونه موف هيك بيجي الكرامبري بنقدر كمان ناخذ فيتامين سي من كل شيء لونه اورنج فينا ناخذه من اليأتين من كل شيء لونه اخضر صحيح هلا لما نرجع هلا بنغسل تمام من السبانخ فيها فيتامين سي يعني في عدة أغذية يعني كتير فيها بتحتوي على كمية كتير عالية من الفيتامين سي بالإضافة وأصلاً أوريدي هي هلا موسمها ونحن يعني سوريا بتشتهر بكل هالأكل اللي فيه فيتامين سي وغيرها من الفيتامينز نور نصيحة أخيرة لكل أم بعيدها اليوم هيك حبينا نوصل لك عيدية كيف تعقمي بطريقة صحية طلعت على القافية خلينا نعيدهم يا نور طيب. أول شيء كل عام وكل أم بألف ألف خير أهم شيء أنه نحن حتى فيروس الكورونا هو صحيح بيصيب الكل بس للأسف أنه هي الفئة العمرية فوق الستين سنة هي الخطورة عليها أو تحت العشر سنين لهيك لحتى يعني لازم لهذا الوباء هذا الوباء عالمية. مفروض نخاف على أهلينا قبل ما نخاف على حالنا لأنه نحن عمر الشباب بنقدر أنه نتعالج بطريقة أسهل من الكبار بالعمر لأنه هن بيكون مناعتهم أقل والصغار تحت العشر سنين بيكون مناعتهم أقل أهم شيء بالفترة اللي نحن حنكون فيها بالبيت حتى ما نكسب وزن زياده لازم نقسم وجباتنا كل ساعتين وجبه صغيره ثلاث وجبات اساسيه وثلاث وجبات صغيره لازم نكتر من الخضار لازم ناخذ تقريبا من 4 لـ6 حصص من الفواكه باليوم لازم نمشي كل يوم اقل شيء 30 دقيقه اذا ما قدرنا نطلع من البيت فينا نحن نعمل اي رياضه بالبيت لحتى ما نكسب وزن بدي اقول شربه لازم كل حدا بالبيت يعملها اللي هي مي سخنه مع ليمون مع زنجبيل اخضر مع عسل مع رشه قرفه هذا الخليط كلياته هي فيها مواد مضادة للأكسدة فيها مواد كتير بتعلي مناعة الجسم كل يوم على الريق بناخدها وكل يوم المساء قبل ما ننام كمان شغلة تانية إنه الرمان والشوندر الأحمر الغامق مو الفاتح هو بيحتوي على مضادات أكسدة كتير عالية فبترفع من مناعة الجسم
بدنا نركز كمان ناخذ اوميجا 3 بنقدر ناخده من بذور الكتان، فينا ناخده من التونه ومن اي نوع سمك دهني. شغله كمان اخيره، البروكلي هي كثير مهمه لنا، واهم شيء انه كل ما لقينا شيء انه نغسل لمده 20 ثانيه، ما نستهين ابدا بالارشادات اللي اعطتها الحكومه السوريه ولا وزاره منظمه الصحه العالميه. بدنا نلبس كفوف اذا نحن طالعين برا البيت وبدنا نقرب على شيء، الكفوف بالبيت بيتحول من شيء صحي لشيء لكتلة أوبئة. إذا نحن استخدمنا الكفوف بطريقة غلط، إذا قربنا إيدنا على شيء وبعدين حطينا إيدنا على عيوننا أو وشنا أو تمنا، فنحن هون بيكون عم ناخذ الفيروس. شغلة أخيرة، إذا بدنا نسعل أو بدنا نعطس يفضل إنه نحن نحط إيدنا هيك ما نعطس. تمام هيك بهي الطريقه، ما نعطس هيك. لازم نحط المحرمه استعمال مره واحده، ما لازم ابدا نمسك المحرمه نعطس عليها ونحتفظ فيها، لا بدنا نكبها فورا. نعقم اي شيء بنلمسه، مسكه الباب، الايدين، ما نستهين. اهم شغله انه ما نستهين وما نخجل من الضيوف يلي عم اذا ولا بد بده يجي. لازم نحن نكون هلا ما عم نستقبل حدا لازم عن جد مثلا انه يلا انه يغسلوا ايدينا او شيء، ما نستحي من حدا ومو تعي يعطيني بوسه كذا. لكي انا امبارح صار موقف صراحه بدي احكيه، بس هو فعلا لازم كل حدا بالبيت يعمله. انا ماما امبارح استقبلت رفقاتها من الباب بالمعقمات وبالبيت وبهدول الاشياء، اول ما حدا فات تعقم له ايديه وتبخبخ عليه كلياته معقم، بيشلحوا الاحذيه عند الباب لانه الاحذيه هي كمان ناقل اساسي لاي بكتيريا او اي نوع فيروس. فما تضحكوا على القصه، كل العالم ضحكت علينا امبارح انا وماما لانه هيك عملنا، حطيت ماسك. بدي كمان ننتبه انه الماسك والكمامه المصاب بس مفروض يحطها، مو اي حدا لازم يحطها لحتى ما ينقل الفيروس لاي حدا، لانه حتى الكمامه بتتحول لبؤره بكتيريا وجراثيم بهي الحاله. والتبادل الكمامات كمان. تماما نحاول يعني قدر الامكان كمان يكون في مسافه امان متر نحاول يكون في مسافه امان متر لحتى نحن نحمي حالنا. يعني قلت لك نحن بالنهايه امورنا ممكن اذا اخذنا الفيروس لا سمح الله نتعالج، بس اهالينا صعب عليهم. تماما. فاذا بتحبوا اهاليكم بتحبوا امهاتكم وعيدوهم بمسج يعني تماما، ما في داعي لهالتجمع، ما في داعي انه نحن نتجمع ببيوت بعض عند الست والجد والهي. في وباء عالمي انصاب فيه اهم الشخصيات العالميه واهم الناس، فما نو مسحة صراحة. تماما ما نو مسحة. وأنا بدي ضم صوتي لصوت نور وضيف على حكيك أنه يعني إذا بتريدوا خلونا بالبيت، خلونا هيك نكون مع بعض بنفس البيت بعائلة وحدة، بلالنا الزيارات، بلالنا الطلعات والفوتات، وخاصة للأولاد انتبهوا على أولادكم والزموا البيت، خليكم بالبيت. هي فتره زمنيه والارشادات اتبعوا الارشادات. يعني وين ما عم نروح على السوشيال ميديا، على التلفزيونات، على وين ما كان، ارشادات اتبعوها مشان تحمونا ونحميكم ونحمي سوريا.